مشاكل كبيرة في البداية، والإخوان هنا راهم حاضرين. قطاع واحد دار لنا 640 بطاقة أجنبية يهم لإرجاع أموال الشعب المغربي التي نهبت دون واجب حق. أما ما يسمى بالحوار الاجتماعي المغشوش والزيادة الهزيلة والضعيفة والمتمثلة في 10% في سنتين في على 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 مدار سنتين، أي 5% في السنة، خير دليل على ضعف هذا الحوار الاجتماعي، وكذلك تراجع الخطير على حق توحيد السميك والصماك الذي تراجعت عليه الحكومة السابقة يوم الذي تم الاتفاق معها في اتفاق 26 أبريل 2011. واليوم تأتي هذه الحكومة وتعلن لنا أن هذا التوحيد للسميك والصماك الحد الأدنى من أجور الفلاحي والصناعي سيتم صرفه بعد إلى أن سنة 2028. هذا الاتفاق أو فيما يخص هذه النقطة لأول مرة نسمع بهذا الاتفاق ديال 6 سنوات. بعد 6 سنوات ربما تأتي حكومة أخرى وتتراجع على الاتفاق مرة أخرى، كما تراجعت الحكومة السابقة في سنة 2011. إن القواعد لهذه النقابات التي أمضت على هذا الاتفاق إنها غير راضية على نتائجه وعلى ما تم الاتفاق عليه مع هذه الحكومة. إننا اليوم ننبه الجميع على أن تتضافر الأمور وأن نستمر في النضال لإيقاف هذا النزيف وإيقاف الضغط على الطبقة العاملة والعمل، كما أن عددا الآن من الباترونا يتوجهون إلى طرد العمال القدامى والعمل بشركات المناولة، عمل شركات المناولة للإفلات من تسوية الوضعية الاجتماعية ديال الطبقة العاملة، وهذا سيخلق لنا وسيخلق للمغرب أو للطبقة العاملة عدم الاستقرار الاجتماعي.